كبير بتولي الدولة، ويمكن شفنا اتجاه كبير إلى توطين الصناعات. يعني دايما بنتكلم على أن الدولة بتعمل جهود كبيرة جدا في كل الصناعات، الحقيقة مش صناعة على وجه الخصوص، لكن أن احنا نقلل من فاتورة الاستيراد والاتجاه للتصدير. الواحد لما بيبقى مسافر بره وتيجي تشتري أي حاجة وتلاقي عليها كلمة صنع في مصر بتفرق جدا معاك، وخصوصا في مجال المنسوجات. يعني بيبقى في أماكن، يعني مش هقول أماكن بعينها، لكن معروفة أنها يعني مستواها عالي، انها اسعارها غاليه، بتدخل تلاقي الحاجات الغاليه جدا مكتوب عليها صنع في مصر، وده نتيجه لان الاقطان بتاعتنا طول عمرها ذات سمعه عالميه عاليه. عشان كده كان فيه اهتمام كبير جدا من الدوله بقطاع الغزل والنسيج. الاهتمام ده ان من خلال طبعا خطه استراتيجيه ورؤيه واضحه علشان تطوير هذه الصناعه، وضخ تمويلات من اجل انقاذ مصانع النسيج اللي تعرضت على مدى سنوات من الاهمال الطويله للتهالك. الدوله الحقيقه اخذت خطوات جاده في ملف تطوير صناعه القطن، اهمها تحديث البنية التحتية للمصانع، مضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، كمان إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال. بنتكلم كمان على أن المصانع اللي كان عندها أصول عديدة جدا جدا لم يتم استغلالها، دلوقتي بيتم استغلالها، مد المصانع بالعديد من الماكينات الحديثة، دلوقتي التوسع كمان بشكل كبير جدا في زراعة القطن المصري ذات يعني سمعه عالميه علشان نستعيد هذه المكانه مره ثانيه، وكمان تحسين جودته وتحسين سلالاته. فالحقيقه بنتكلم في جهود كبيره جدا جدا جدا. علشان كده عايزين نعرف المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. معانا على التليفون دكتور هاني محمود، رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للغزل والنسيج والملابس الجاهزه. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. صباح الخير واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. ويعني حضرتك لخصتي كل اللي انا هقوله في كلمتين حلوين بس، يعني لا اتفضل. طبعا هنعرف من حضرتك كل التفاصيل. التفاصيل مع بعض. اهلا بحضرتك، وعايزين في الاول تعرفنا بقى خطوات تطوير مصانع الغزل والنسيج مره ثانيه اعادتها للحياه. طيب ده مشروع قومي الحقيقه. مشروع قومي برعايه السيد رئيس الجمهوريه، احنا مسمينه اعاده رياده مصر للغزل والنسيج. حضراتكم طبعا كلكم عارفين قد ايه مصر كان لها باع كبير جدا، وزي ما حضرتك قلت في المقدمه ان اي حاجه مكتوب عليها صنع في مصر في المنسوجات كانت بتبقى بسعر مختلف، وكان عندنا حتى مشاكل مع بعض المصانع بره ان هم كانوا بيحطوا ميد ان ايجيبت وهي مش ميد ان ايجيبت عشان بس يديها فاليو. يعني ده كان الوضع الحالي، واحنا خبرتنا كبيره جدا كمصر في الغزل والنسيج بانواعه كلها من ايام الفراعنه. وفي نفس الوقت يعني اقول لحضرتك، انا لما كنت في المحله انا شفت المكنه اللي كانت بتعمل كسوه الكعبه زمان، يعني في الصحراء الشرقيه كسوه الكعبه كانت بتطلع من مصر كل سنه تروح السعوديه لسنين طويله وكانت بتصنع عندنا في المحله. دي اكيد هتبقى في متحف النسيج. هي متحف بالظبط، هي في متحف فعلا. بس ده بيوري حضرتك ان احنا عندنا باع كبير جدا في هذه الصناعه وعندنا خبرات كويسه. طيب عشان نطور هذه الصناعه ونرجع نستعيد ريادتنا في السوق العالمي كان لازم نتحط زي مشروع قومي كامل متكامل. بدا بان احنا جبنا شركه استشاريه خبيره في هذا المجال، عملت دراسه للوضع الحالي واشتغلت مع قيادات الغزل والنسيج عشان تحط نوع من انواع التمر رود ماب او خطه العمل لمده 3 سنين. ده كله تم الحمد لله، وبدأنا في عملية الإصلاح. الحمد لله الحكومة حطت لنا بادجت كويسة جدا. البادجت دي متقسمة على 3 أقسام. أول قسم هو شراء ماكينات جديدة بمواصفات عالية جدا عشان نقدر ننافس في السوق العالمي، لأن احنا مش هدفنا إن احنا نغطي السوق المصري، احنا الهدف الأكبر هو إن احنا نغطي السوق العالمي ونصدر لأكثر من دولة إن شاء الله. جزء مخصص للماكينات، جزء مخصص لتجديد الانشاءات والمصانع المتهالكه عشان تقدر تستقبل المكن الجديد، لان المكن الجديد كله ديجيتال، كله رقمي. عظيم. محتاجين المصانع دي تتطور عشان تقدر تستقبل هذا. طب هذه الماكينات لها انواع معينه من القطن، ولا القطن اللي بيتم زراعته حاليا في مصر مناسب ليه؟ هنيجي للقطن بس اقول لك، لا هو احنا دلوقتي بدانا نزرع اكثر من نوع قطن. هقول لحضرتك دلوقتي لما نيجي لنقطه القطن هشرح لحضرتك. اتفضل. فاللي حصل ان احنا والثلث الثاني او يعني اخر جزء من البادجت دي او من الميزانيه دي عشان تنميه الموارد البشريه والتدريب، و
يعني ضخ شباب جداد يعني تعليم عالي، عشان المكان الجديد كله شغال بتكنولوجيا ديجيتال، وتكنولوجيا محتاجه ان احنا ندرب العاملين اللي موجودين ويمكن نطعمهم ببعض الناس المتخصصه في هذا المجال. عظيم. ده المشروع ككل مدته 3 سنين ان شاء الله. طيب احنا بقى نبدا القطن، يعني صناعه الغزل والنسيج والمنتجات هي صناعه معقده شويه طبعا، لان كل خطوه منها بتطلع منتج ممكن نبيعه. طبعا. يعني ايه؟ انا ممكن ابيع القطن زي ما هو كده، دي اول حاجه. ودي اخطر حاجه، اتمنى ان احنا ما نبيعش مصر، يعني ما تبيعش ده مش الاتجاه المعمول بيه حاليا خالص. بالظبط يا فندم، بالظبط. فانت اول حاجه عندك القطن، وبعد كده تخش تعمل له عمليه حلق، فمحتاجين محالق، وبعد كده يخش مصانع الغاز عشان يطلع غاز، والغاز ده برضو بيتباع للمصانع القطاع الخاص بيتصدر، وبعد كده يخش يتعمل نسيج، والنسيج ده يعمل يتعمل له عمليه تجهيز، صباغه وحاجات زي كده، وبعدين ملابسه. طب خلينا ناخد خطوه خطوه مع حضرتك، والمحالج يبقى نوصل طيب. للمحالج التطوير بالظبط. اولا نبدا بالقطن عشان حضرتك تحكي موضوع القطن. طيب. الحقيقه طيب. احنا حصل عندنا زياده كبيره جدا في زراعه القطن الفتره اللي فاتت، ومتوقعين السنه دي في الانتاج بتاع السنه دي هيكون اكبر برضو، يعني قفزه كويسه. ليه؟ لان احنا اشتغلنا مع وزاره الزراعه ومع القوات المسلحه ومع اكثر من جهه على زياده القطن، بحيث ان احنا لما التطوير ده ينتهي يبقى عندنا قطن كافي يغطي كل المصانع اللي احنا هنشغلها. عظيم. فحصل نوع من انواع الزياده الافقيه، يعني زرعنا اكثر بكثير قطن من قبل كده، وكمان جبنا بعض الخبراء اللي هم قدروا يعلوا لنا انتاجيه الفدان، لان حضرتك عشان تزودي اي محصول محتاجه حاجتين، توسع راسي ان انت الانتاج وافق خلاص. طيب واهم حاجه بقى اتعملت الحقيقه، ان الفلاح ما كانش عنده الرغبه ان هو يزرع قطن، لان كان بيشتروه منه بسعر رخيص، فما كانش بالنسبه له مجدي. من السنه اللي فاتت تم تغيير طريقه شراء القطن من الفلاحين، وبقت عن طريق المزاد، يعني زي بورصه القطن بتاع زمان. فالنهارده الفلاح عايز يزرع قطن لان شاف ان الاسعار اللي بيبيع بيها مجديه. طبعا. ده اول حاجه بالنسبه للقطن. هنخش على المحالي. المحالج احنا في اعاده التطوير عملنا دمج للشركات. احنا كان عندنا 32 شركه في هذا المجال. 32 شركه. النهارده احنا عندنا 9 شركات. في شركات كتير اندمجت، في شركات تم تصفيتها، فاصبح عندنا 9 شركات راسيه. بالنسبه للمحالج احنا عملنا شركه مخصوص، جمعنا كل المحالج بتاعه الشركه القابضه وعملناها شركه. شركة محالك عشان يبقى كله متركز في هذه الشركة تحت مظلة واحدة. مفهوم. في نفس الوقت بدأنا عملية التطوير فخامة الرئيس لما كنا في أسوان وبيفتتح بعض المشروعات، افتتح بالفيديو كونفرنس أول محلك مطور كان في الفيوم. والحقيقة يعني أنا رحت زرت المحلك ده وشفت الفرق بينه بعد التطوير وقبل التطوير، حاجة يعني كبيرة جدا. نعم. دكتور هاني برضو عايزين نشير، حضرتك كنت في سياق كلامك بتقول انه تتمنى ان احنا ما نصدرش القطن كده خام يعني، واتكلمت عن نقطة صناعة الغزل والنسيج وما الى ذلك، لكن كمان القطن بيخرج منه صناعات تانية، يعني بعد الحلق البذور بتاعته ممكن نستخرج منها الزيوت، ممكن كمان القطن بعد الحلق الاعلاف واحنا لتغذية الحيوانات طبعا، واحنا عندنا في مصر بنستورد اصلا كمية من الاعلاف، فده معناه انه في صناعات اخرى تانية هتستفيد مزبوط. من التطوير اللي بيحصل في صناعه القطن في مصر. مظبوط يا فندم، وده اللي بيحصل بقى دلوقتي في المحالج اللي اتصورت. احنا صورنا المحلج بتاع الفيوم وتم افتتاحه، بندور دلوقتي 3 محالج اخرى الرابط تخلص. المحالج دي متصوره على احدث نظم الحليج في العالم، عشان تقدر كمان تعمل لنا حاجتين، تدينا قطن نقي بعد الحلق ما فيهوش شوائب ما فيهوش كذا، ونمره 2 زي ما حضرتك قلتي يبقى عندنا مصدر دخل اخر جاي من مخرجات القطن. فكلام حضرتك مظبوط 100%، وده اللي احنا شغالين عليه. لما طب سريعا بس معلش انا بقطع حضرتك، لكن عايزين نعدي بشكل سريع جدا بقى على الغزل والنسيج. الغزل والنسيج زي ما قلت لحضرتك دمجنا الشركات كلها في 9 شركات، فبقى عمليه الاداره بقت اسهل. عملنا شركه جديده متخصصه في التسويق والتصدير. هذه الشركه هتاخد كل المنتجات بتاعه ال9 شركات سواء غزل او ملابس او نسيج او اي حاجه، وهي اللي هتتولى تسويقها على مستوى العالم، وهي حتى اللي هتتولى بيعها في السوق المحلي. فدي شركه تسويق، والحقيقه جبنا لها
يعني افضل الناس الموجوده في السوق. وهذه الشركه هتبقى ان شاء الله هي اللي هتبيع كل المنتجات بتاعت الشركات. الموضوع الحقيقه مهم جدا وشرحه الحقيقه يحتاج لحلقات، اكيد حضرتك لازم تشرفنا ان شاء الله ونتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. كل الشكر للدكتور هاني محمود رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للغزل والنسيج والملابس الجاهزه. يعني موضوع القطن فعلا من الموضوعات اللي خدت سنين الحقيقه، وكنا في مصر اهملنا هذا الملف. الذهب الابيض ده بيضر دخل من يعني من العمله الصعبه على مصر بعد تصديره بكل تاكيد، وعودة الاهتمام به مرة تانية أكيد هيكون له مردود كبير جدا على دعم الاقتصاد الوطني عندنا، خاصة أنه زي ما كنت بقول بيدخل فيه صناعات أخرى مختلفة.